بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومكروه استئمان لا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته اشهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حذرنا من الكفار وأنهم أعداء لنا، وأنهم دائما يسعون في مضرة المسلمين، فهذا يوجب الحذر منهم والحيطة من شرهم وعدم الثقة بهم. وأهل الذمة المراد بهم الذين تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، طوائف الثلاث هؤلاء تؤخذ منهم الجزية ويقرون على دينهم بشرط أن يخضعوا لحكم الإسلام. ومع هذا، مع كونهم أهل ذمة، لا نأمنهم ونوليهم شؤوننا الخاصة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غيركم، من غير المسلمين، لا يألونكم خبالا دائما يريدون لنا الضرر. فإذا مكناهم من شؤوننا تمكنوا من الإضرار بنا، فلا يكونون بطانة للمسلمين يعني خاصة، بطانة يعني خاصة لهم، يتخذونهم في شؤونهم الخاصة ويفضون إليهم بأسرارهم ويطلعون على أمور المسلمين لأنهم خونة. ما قال جل وعلا: ودوا ما عنتم، ما عنتم يعني ما يتعبكم، فهم يودون دائما ويفرحون بما يتعب المسلمين. ثم قال جل وعلا: قد بدت البغضاء من أفواههم، فهم دائما يتكلمون بتنقص المسلمين، تنقص الإسلام والتماس العيوب. بدت البغضاء من أفواههم يعني من كلامهم وما ينطقون به، وما تخفي صدورهم أكبر، ما تخفي صدورهم من الحقد والبغض للمسلمين أكبر، لأنهم أعداء في الدين، والعداوة في الدين هي أكبر أنواع العداوة. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. عدو الدين لا يمكن أن يحبك أبدا. ثم قال جل وعلا: قد بينا لكم الآيات، يعني العلامات الدالة على بغض الكفار للمسلمين والكيد لهم وإضمار الشر لهم، إن كنتم تعقلون. دل على أن الذي لا يتنبه وأنه يمنح الثقة
للكفار أنه غير عاقل، يعني غير عاقل العقل المميز بين الضار والنافع، هذا كله تحذير. وأن أظن ذكر أنهم لا يولون أموال المسلمين ولا يولون تقسيم الأموال على المسلمين، لأن المال هو قوة المسلمين، فإذا تولوه خانوا وبخسوا هذا المال وضيعوه حتى يضعف المسلمون، حتى يضعف المسلمون. فالكافر سواء كان ذميا أو غير ذمي لا يولى مال المسلمين والإشراق عليه. نعم. ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته اشهدي. نعم. ومكروه استطبابهم لا ضرورة وما ركبوه من دواء موصدي. كذلك مكروه، يعني كراهة التنزيه، مكروه استطباب الكفار أي العلاج عندهم، إذا وجد من المسلمين من يقوم بالعلاج، إذا وجد من أطباء المسلمين من يقوم بالعلاج، أما إذا لم يوجد في المسلمين من يقوم بالعلاج فإنه يعالج عندهم من باب الضرورة، ولهذا قال لا من ضرورة، فلا يجوز أو يكره العلاج عند الكفار إلا عند الضرورة، لأنهم لا يؤمنون في إضرار المسلمين وعدم النصح لهم، فربما يعطون المريض دواء يقتله أو يؤثر في جسمه ويضعفه، لكن عند الضرورة تجول الكراهة. نعم. وكذلك لا يؤمنون على الدواء، الدواء الذي يركبونه هم لا نستعمله إلا بعد أن نعرف، إلا بعد أن نعرف مركباته ومفرداته، لأنهم قد يدسون فيه ما يضر المسلمين من سم أو غيره. وأما حالة المسلمين اليوم عندهم وزارة الصحة وعندهم من يشرف على هذه الأدوية ويحللها ولا يسمح باستيرادها إلا بعد الفحص والتحقيق، فهذا والحمد لله يكفي، إذا وجدت جهة من المسلمين تتولى الإشراف على الأدوية وتوريدها وفحصها ووضع في الترخيص لهذه الأدوية، فما يكون في الصيدليات الآن كل ما على وزارة الصحة ومرخصة فيه. نعم. ومكروه استطبابهم لا ضرورة وما ركبوه من دواء موصد، يعني موصد يعني لا يدرى ما تركيباته ومواده. نعم. ويحرم تصدير الكفور بمجلس وفي سبل تضطر للضيق وارهدي، يحرم تصدير الكفار في المجالس، يحرم أن يصدروا في المجالس، لأن هذا فيه احترام لهم وتعظيم لهم، فلا يجعل الكافر في صدر المجلس، وإنما يجلس في مكان لا يكون فيه تعظيم. وكذلك في الطريق، في الطريق يضطرون إلى أضيقه كما قال صلى الله عليه وسلم،
فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم، فلا يجعل الطريق يفسح الطريق للكافر، بل يضيق عليه ويكون كسائر المارة، ما يكون له ميزة في الطريق، ما يكون له ميزة في الطريق، هذا الكافر العادي. أما الكافر الذي جاء بصفة رسمية ويخاف عليه معه حراسة، هذا له شأن آخر، كان يخاف عليه من الاعتداء ومعه حراسة ويفرغ له الطريق من أجل الحراسة، هذه أمور أخرى. إنما الكلام في الكافر العادي اللي ما له أهمية ولا عليه خوف أنه يعتدى عليه، فلا يمكن من وسط الطريق من باب التعظيم له والاحترام له، وإنما يكون كسائر المارة وما يمنع من المرور، ولا يضيق عليه بمعنى أنه يوقع به الضرر في المرور، لكنه لا يفسح له الطريق إفساحا كاملا من باب التعظيم له والاحترام له. نعم. وقل وعليكم إن يسلم بعضهم. نعم. وقل وعليكم إن يسلم بعضهم. وإذا كان يخاف من اتخاذ الكفار بقالة ومستشارين وخاصة لولاة الأمور ولغيرهم، لأن الشارع ينهى عن ذلك، فمن باب أولى المرتدون والمنحرفون كالعلمانيين والحداديين، لا يجوز تمكينهم من المناصب الحساسة، تقديمهم، لأنهم يضرون المسلمين ويقدمون من كان على شاكلتهم ويكيدون للمسلمين، فيجب الحذر من هؤلاء الخونة والمرتدين والمنحرفين أشد مما يخاف من الكفار الأصليين. نعم. وقل عليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي. كذلك من التعامل مع الكفار خصوصا اليهود والنصارى أنهم لا يبدأون بالسلام، ولكن إذا سلموا يرد عليهم فيقال وعليكم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، هذا مما يعامل به الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، أننا لا نبدأهم بالسلام ولكن إذا سلموا نرد عليهم لأن نقول وعليكم. نعم. وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي. لا تجزه لمبتدي، إن المسلم يبدأ الكافر بالسلام، وإنما يجوز الرد أو يجب الرد لأن تقول وعليكم. نعم. ولا تسألن عن حكم أطفالهم وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسدي. الله أعلم بمفسدي، لازم من التسكين على شأن البيت، يعني أطفال الكفار هل هم أهل النار أم أهل الجنة، الواجب التوقف فيهم، وأن تقول الله أعلم، ما أدري هل هم أهل النار أم أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فيفوض أمرهم إلى الله، لا نحكم عليهم بنار ولا نحكم لهم بجنة، إنما نتوقف هذا الأطفال لما بلغوا. نعم. ولا تسألن عن حكم أطفالهم وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسدي.
يعني أنت لا تحكم لهم بجنة ولا نار، بل توقف فيهم. وإذا سئلت فقل الله أعلم بمفسد، أي بالمفسد منهم، فهو أعلم سبحانه بما كانوا عاملين، فيفوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد تبتدي. نعم. ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد تبتدي. نعم، العلاج عند الأطباء المسلمين مباح، ليس بواجب ولا مستحب، بل هو مباح، يباح التداوي إذا كان الطبيب مسلما، أما إذا كان الطبيب كافرا فيكره كما سبق، إلا عند الضرورة. ولا بأس أن تشكو ما تحس به، يعني تذكره للطبيب، لا من باب الجزع، وإنما هو من باب البيان للطبيب، فتقول له أحس بكذا، ما هو هذا من باب الشكاية لله عز وجل ولا من باب الجزع، وإنما هو من باب الإخبار من أجل أن الطبيب يعالج. وتبدأ بالحمد، يعني تقول الحمد لله أنا أحس بكذا وكذا، هذا أحسن، أنك تبدأ بالحمد، تقول الحمد لله أنا أحس بكذا وكذا. إن بدأت وإن سألك الطبيب كذلك، إذا سألك تقول الحمد لله أنا أحس بكذا وكذا. نعم. ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد تبتدي. نعم، هذا في حكم التداوي وأنه مباح عند الطبيب المسلم، وأنه لا بأس بأن تذكر ما بك من الألم مع حمد الله عز وجل والثناء عليه، لأن هذا المرض خير لك، فيه تكفير لسيئاتك، وفيه تذكير لك وموعظة لك، وفيه رفعة لدرجاتك. ما يصيب المسلم شيء إلا وهو خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله عجب، إن أصابته سرا شكر عليها كان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر عليها كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. نعم. وترك الدواء أولى وفعله. نعم. وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفرد. نعم، كرر الكلام في حكم الدواء، قال تركه أولى، في البيت الأول يقول لا بأس، وفي البيت الثاني يقول تركه أولى، ترك التداوي أولى، فهو جائز مع أن تركه أولى، والصبر والاحتساب أولى. والتداوي لا بد أن يكون بدواء مباح، ما يكون الدواء بشيء محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، أو أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فالدواء موجود، والذي يقرر الدواء المناسب للمرض هو الطبيب، هو الطبيب المختص، إلا إذا كان الدواء محرم أو يشتمل على محرم، التداوي بالنجاسات، التداوي بالخمر، والتداوي
بالملاهي، أصوات الملاهي، فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التداوي بالحرام، وأخطر من ذلك الذي يتداوى بالشرك كالذبح لغير الله والعلاج عند الكهنة وعند السحرة، فهذا يفسد العقيدة، هذا يفسد العقيدة، وقد يخرج الإنسان من الإسلام. يعني يذبح لغير الله، يأمره الخبيث بأن يذبح لغير الله، أو يأمره بأشياء من المعصية، أو يأمره بدواء محرم. فلا يجوز التداوي عند المشعوذين والسحرة والكهان والدجاجلة، وإنما يتداوى عند الأطباء الذين يعالجون بالأدوية المباحة، الأدوية المباحة، هذا هو الذي يباح وتركه أولى. أما العلاج بالحرام والعلاج عند الكفرة وعند السحرة وعند المشعوذين والدجالين، فهذا أمر محرم وخطر على عقيدة المسلم. نعم. وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفرد. نعم، بما لم تيقن فيه أنه محرم، فإذا تيقنت أنه محرم فلا يجوز لك، فلا يجوز لك، حرام عليك. وإذا لم تتيقن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا شككت فيه فإنك تتركه من باب الاحتياط. وأما إذا تيقنت أنه محرم فإنه حرام عليك أن تتداوى به أو أن تذهب إلى من يداوي به. نعم. ففي السقم والآفات أعظم حكمة، ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد. نعم، الله جل وعلا يجري السقم والمرض لحكمة، يجريها لحكمة، ما يجريها سبحانه وتعالى عبثا، ولا يجريها ظلما لعباده، وإنما يجريها لحكمة من أجل أن يتنبه الغافل ويتذكر فيتوب إلى الله عز وجل ويصلح العمل. فإن جريان المصائب والأمراض على المسلمين مصلحة لهم، وأما جريانها على الكفار فإنه أخذ لهم وقطع لدابرهم. فالأمراض التي تحل بالمسلمين والأسقام التي تحل بالمسلمين هذه لصالحهم، من أجل أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويفكروا في هذه الدنيا وقرب الموت، فهي منبهة وموقظة ومذكرة استفيد منها المسلم. وكم من عاص مفرط يصاب بمرض ثم يتوب إلى الله عز وجل وتحسن حاله ويرجع إلى الله عز وجل بسبب ما أصابه. الله حكيم عليم، وهو لا يجري هذه الآفات والأمراض على عباده المؤمنين من أجل أن يضرهم بها، وإنما يجريها لأجل أن ينبههم بها، ومن أجل أن يكفر بها عنهم سيئاتهم، ومن أجل أن يرفع بها درجاته. ربما يكون الإنسان له منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، ف
فيصيبه الله بهذه الأمراض من أجل أن يرفع درجاته حتى يبلغ هذه المنزلة. وربما لا يزال المرض والمصائب للمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة. يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة، خلاف الكافر فإنه يمسك عنه حتى يتحمل الذنوب ويوافي بها يوم القيامة وهو محمل بالذنوب. هل الله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة وفيها مصلحة للمسلمين؟ وإن كان فيها ألم فيها مرض فيها، لكن المسلم يصبر على ذلك لأنه من صالحه. نعم. ينادي لسان الحال جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد. نعم، من قواعد الأمراض أنها تنذرك بالرحيل من هذه الدنيا وأنك لن تبقى فيها منعما وسالما، فهو يذكرك بالموت لأجل أن تستعد له. فهذا من فوائد المرض والآفات أنه ينبهك للموت وقرب الرحيل، وأن تتذكر أن هذه الدنيا ليست بدار مقام ولا بدار لذة وسرور، وإنما هي دار ابتلاء وامتحان. فهذا من فوائد الأمراض والآفات التي تصيب المسلمين. نعم. أما لو أنهم لم يمرضوا ولم يصبهم شيء لغفلوا عن أنفسهم وساموا في هذه الدنيا ولم ينتبهوا حتى يفجأهم الموت وهم على غفلة وعلى غرة. نعم. أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد. نعم، ومن النذر التي تذكر بالموت الشيب، فإن الشيب منذر بانقضاء العمر وهو علامة على قرب الموت. وجاء في قوله تعالى أولم نعمركم ما تذكروا به من تذكر وجاءكم النذير، أن النذير هو الشيب. فإذا شاب الإنسان ماذا ينتظر؟ ما ينتظر إلا الموت، ما بعد الشيب إلا الموت. فعليه أنه يستعد ويختم عمره بالأعمال الصالحة ما بعد المشيب قول أمل، ولا بعد المشيب أمل في البقاء في هذه الدنيا. الشاب يمكن أنه يظن أنه لا يزال على مهلة وأنه شاب وأن باقي له بقية من عمره، لكن إذا بدأ الشيب ما بيجيلك ميدان، ما بيجيلك ميدان، ما بعد الشيب إلا الموت. نعم. أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأن، وأيضا الشيب إذا بدأ الشيب بدت الأسقاط. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فأيضا الشيب يأتي معه الضعف والمرض والأسقام، فهذا أيضا من النذر التي تنذر الإنسان عن الغفلة والإعراض والتمادي في الشهوات ونسيان الآخرة. نعم. أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد. تتلو القوم يعني الأموات، يعني تتبعهم في اليوم أو غد أو من بكرة أو من قريب. يعني الغد ليس بالضروري أن المراد به ما بعد اليوم،
المباشر، إنما حتى ولو كان بعد اليوم بعشر سنين 30 سنة مدة تنطوي كأنها لم تكن، تنطوي كأنها لم تكن. نعم. فخذ أهبة في الزاد فالموت كائن، فما منه من جاء ولا عنه عنددي. نعم. خذ أهبة، خذ أهبة من الأعمال الصالحة، قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا للآخرة بالتقوى، لأن الموت لا بد منه. لو أن أحد يبي يبقى فتقول للي كان هذا الشخص الذي سيبقى، لكن ما في أحد، كل نفس ذائقة الموت، ما في أحد يبي يبقى. فما من الموت مهرب أبدا، ولكن عليك بالاستعداد له. قال صلى الله عليه وسلم: تذكروها لمن لذّ، يعني الموت، فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثر. أكثروا، أكثروا من ذكرها هذه من لذة، لا تغفل عن الموت، يكون على ذلك دائما، فاستعد له بالتوبة والأعمال الصالحة حتى إذا جاءك الموت إذا أنت على استعداد، ولا يأتيك الموت وأنت مضيع ومفرط فجنة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نقرأ هذه الآيات لكن لا نفكر فيها ونستعظ بها، وهي كلام رب العالمين حق اليقين ما فيها شك. نعم. فما داركم هذه بدار إقامة، ولكنها دار ابتلاء وتزود. دار ابتلاء، ابتلاء وتزود. فما داركم هذه بدار إقامة، ولكنها دار ابتلاء وتزود. فما داركم هذه الدنيا بدار إقامة، ما هي محل إقامة، ممر، هي ممر ومعبر، ممر ومعبر، ولكن هي دار ابتلاء وامتحان، ودار تزود بالأعمال الصالحة، دار تزود بالأعمال الصالحة، فهي مزرعة للآخرة ومطية للآخرة، فلم تخلق في هذه الدنيا من أجل أن تعيش فيها وأن تتنعم فيها، وإنما خلقت فيها لأجل أن تتزود منها للدار التي بعدها. هذا هو الحكمة من خلق الدنيا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يختبركم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل هو ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسوله، خالصا لله من الشرك ما يكون فيه شرك، صوابا على سنة رسول الله ما يكون فيه بدعة وابتداع، هذا هو أحسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالكثرة ولكن العبرة بالأحسن، أيكم أحسن عملا. وعرفنا أنه لا يكون أحسن إلا بشرطين، فعليك بهذا أن
تكثر من العمل الصالح الخالص لوجه الله الذي يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة، حتى يكون عملا صالحا لك تلقى به ربه. الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، والآخرة دار جزاء وليست دار عمل. اعرف الدارين، هذه دار عمل وليست دار جزاء، الآخرة دار جزاء وليست دار عمل. الآخرة ما فيها عمل، أين ديك تقول أنا والله ضيعت وبأعمل الآن، ما فيها، ما هي دار عمل. ولذلك يتمنى أهل النار ويطلبون العودة ليعملوا غير الذي كانوا يعملون، فلا يجابون إلى ذلك، ما يجابون إلى ذلك، هيهات، هات الوقت. نعم. فما داركم هذه بدار إقامة، ولكنها دار ابتلاء وتزود. تزود بالأعمال الصالحة وابتلاء بالمصائب والآفات، فهي دار كدر، فهي شيء صافي، دار كدر فيها لذة وفيها لذة ملذات، وفيها أسقام وأمراض ومكدرات مخلوطة، دار الدنيا مخلوطة، أما دار الآخرة فهي إما دار نعيم ليس معه مكدر، وإما دار عذاب ليس معه نعيم أبدا. نعم. أما جاءكم عن ربكم، الآخرة ما هي مخلوطة مثل الدنيا، الآخرة ما هي مخلوطة، فيه ناس في عذاب دائم ليس فيه لذة أبدا، وفي ناس في نعيم دائم ليس فيه شقاء أبدا، وهم أهل الجنة. نعم. أما جاءكم عن ربكم وتزودوا، فما عذر من وافاه غير مزود. أما جاءكم عن ربكم في القرآن قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فما هو عذركم إذا وافيتم القيامة ولقيتم الرب سبحانه وأنتم غير متزودين؟ ما أن الله قال لكم تزودوا، القرآن بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وفيه وتزودوا، ما تزودت، ما هو عذرك يوم القيامة؟ تقول ما دريت، لا داري، أنت تقرأ القرآن أو تسمع القرآن، ما لك شكي ولا عذر. نعم. أما جاءكم عن ربكم وتزودوا، فما عذر من وافاه غير مزود. عن ربكم، الله هو الذي قال لكم وتزودوا، وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى، ما هو خبر تشكون فيه، فإنما هو خبر يقين عن رب العالمين، قال لكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هل بعد هذا شيء؟ نعم. فما هذه الأيام إلا مراحل، تقرب من دار اللقاء كل مبعد. نعم، كل مبعد. نعم، هذه الأيام مراحل، أنت عمرك أيام، كل يوم تطوي مرحلة، مثل اليسير في الطريق، كل يوم يقطع مرحلة حتى يصل إلى البلد، أنت كذلك كل يوم تقطع مرحلة من عمرك حتى تصل إلى البلد وهي الآخرة، فأيامك مراحل، بالأيام وبالساعات وبالأيام وبالسنين مراحل تقطعها، وما مضى لم يعود عليك أبدا، ما مضى من عمرك لن يعود إليك أبدا، أنت الذي مضى على قربه
يعجز أهل الأرض عن رده. ما يمكن اللي مضى ما يمكن أن يعود. فبادر قبل أن يفوت عليك الوقت. نعم. فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد. نعم. كان يورى انه بعيد وان الموت بعيد وان تو شاف او ما هو هذا الصحيح. الموت قريب ما هو بعيد، قريب منك لا تدري باي لحظه، وله للكبير ولا للصغير ولا للمتوسط ولا للقوي ولا للضعيف ولا للمريض ولا للصحيح. الموت إذا جاء جاء على أي حالة، فلا يتأخذك الآمال الكاذبة والغرور فتضيع نفسك من العمل. نعم. ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملك وقام. يعني 8 سنين. فإذا من بلغت 60 سنة هذا وصل إلى المدى، هذا وصل إلى المدى 60 سنة وان تمشي وصل ما بدي شيء. فأفرض أنك عمرك إلى 70 إلى 80، المدى قريب جدا، أو إلى 100 حتى، المدى قريب. ما يا الله ينديك تتأهل. نعم. ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي. حان منه الملتقى، لقاء بالله عز وجل، وكأن قدي، كأن قدي يعني كأنه وقع وحصل. نعم. وكأن قدي، فما الناس إلا مثل سفر تتابع مقيم لشهوي من على إثر مغتدي. نعم. فما الناس إلا مثل سفر تتابع مقيم لتهوي من على إثر مغتدي. مقيم لتهوي من، نعم، الناس كلهم مسافرون لكن ما هم يروحون جميع، هم يروحون جميع على واحد واحد. كما ترون الآن جيرانكم وأهلكم وأقاربكم تروحون على واحد واحد، هم ما تدرون إلا هم قاضي خاص، ما بدي إلا أنتم، وقف عليكم الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم. فأنتم على الأسف، اللي أخذ أباك وجدك وقريبك وجارك سيأتي عليك في يوم من الأيام. اعتبر برحيل الراحلين، اعتبر انك على اثرهم. على ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمقبره قال وسلم عليهم ودعا لهم قال انتم سلفنا ونحن على الاثر، انتم سلفنا ونحن على الاثر. نعم. ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غدي. إن كان إسرائيل اسم ملك الموت، إسرائيل عزرائيل، من كان عزرائيل اسم ملك الموت. الله جل وعلا يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وهو عزرائيل. جاء في بعض الآثار اسمه عزرائيل. الله وكل إليه قبض الأرواح، وكل بكم، إما جاءك اليوم سيأتيك غدا، كما جاء قريبك وجارك ومن حولك سيأتيك غدا. قل يتوفاكم ملك الموت
الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. نعم. ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غد. نعم. ومن روحه في الجسم منه وديعة فهيهات أمن يرتجى من مردد. فروحك التي في جسمك والتي تكون الحياة بها هذه وديعة أودعها الله فيها في جسمك وتيأخذها في يوم من الأيام عارية أو وديعة مردودة إلى مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. والوديعة معروف أنها ما تبقى عند الوديع والعارية ما تبقى عند المستعير، فهذه الروح عارية أو وديعة ستسترد في يوم من الأيام، ما هي ملك لك، ما هي ملك لك، هذه ملك لله وسيستردها سبحانه وتعالى في يوم من الأيام. نعم. فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كسب إيصاء وإشهاد شهدي. نعم. فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كسب إيصاء وإشهاد شهدي. بلا كسب كسبه بلا كسب إيصاء. نعم. هذا له هذا البيت هذا جاء به الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده، لا يليق بأي مسلم إنه يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته، كتبها عند كاتب وأشهد عليها حتى تثبت. والوصية كما سبق لكم قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فإن كانت للحقوق التي له التي عليه التي له عند الناس والتي عليه للناس والودائع التي عنده والأمانات فإن الإيصاء بها واجب لئلا تضيع، يجب أنه يكتب وصية لفلان كذا عندي وعنده لي كذا وكذا لئلا تضيع الأموال بعده والحقوق تضيع بعده، عندي ودائع عندي عارية لفلان لأجل أن لا تضيع على صاحبها، فيكتب هذا ويوثق. أما الوصية بشيء من ماله بعد موته في سبيل البر هذا مستحب وليس بواجب، إن أراد يوصي بشيء وإن ترك فلا حرج، والأجر سيأتي على كل حال بإذن الله، لأن الذي يأكله الورثة ويتمولونه أجره له، قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفرون الناس، لكن الله تصدق عليك بشيء من مالك بعد موتك تكتبه توصي به في سبل البر ليستمر أجره لك بعد موتك، هذا مستحب، ولكن لا تقول أكتب الوصية عقب 20 سنة أو 30 سنة أو في آخر حياتي، اكتبها الآن اكتبها خلها عندك، وهما إن قربت الأجل ولا بعدت الأجل خلها عندك اختيار، لا تقول أنا أتمنى الموت ولا أحكم على نفسي بالموت مثل ما يقول بعض الناس، لا هي ما تقرب أجل ولا تبعد أجل، أجلك مكتوب ولا هو ناقص ولا جاي، لكن هذه الوصية من باب إبراء الذمة ومن باب الاحتياط. نعم. فما حق ذي لب يبيت بليلة. ذي لب يعني عاقل، اللب يعني العاقل. نعم. فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كسب إيصاء وإشهاد شهدي.
كذلك ما يكفي أنك تكتب كتابة عادية، بل تكتب بإشهاد تشهد عليها شاهدين لأجل أن تثبت. نعم. ومن وواجب الإيفاء على وواجب الإيفاء على المرء إن يكن عليه حقوق واجبات التردد. هذه الوصية الواجبة، البيت الأول في الوصية المستحبة والثاني في الوصية الواجبة وهي الحقوق. نعم. وواجب الإيفاء على المرء إن يكن عليه حقوق واجبات التردد. ترد إلى أصحابها. نعم. ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة وكسب لثورات والإنجيل يردد. الوصية إذا كانت على عمل محرم فهي باطلة ولا تصح، كما لو أوصى أنه يبنى في ثلثه بيعة أو كنيسة معبد لليهود والنصارى هذه وصية باطلة ولا تجوز، لأنها إعانة على الكفر. أو أوصى بماله في ثلث ماله بأن يكون على أشياء محرمة كإقامة المآتم أو البناء على القبور والأضرحة أو أن يقام بها حفلات بدعية كاحتفال المولد وغيره، أو أوصى بأن يجعل فيها محل لبيع الخمور ومصنع مصانع للخمور، كل هذه أمور محرمة والوصية بها باطلة. نعم. ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة بيعة البيعة يعني معبد اليهود. نعم. ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة وكتب لثورات والإنجيل يردد. أو أوصى بأن يستنسخ فيها الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، هذه كتب منسوخة، هذه كتب منسوخة، الصحيح منها منسوخ ولا أكثرها محرف وباطل وكذب على الله عز وجل، لأنهم أدخلوا التوراة والإنجيل من الكذب والكفر والشرك الشيء الكثير، فهي إما محرفة وإما منسوخ، الصحيح منها منسوخ ولم يبقى إلا القرآن الكريم هو كتاب الله الأخير الباقي إلى أن تقوم الساعة، وما عداه من الكتب انتهى أجله، لكل أجل كتاب انتهى أجله، فلا يجوز الإيصاء بنسخ التوراة والإنجيل أو طباعة التوراة والإنجيل، لأن هذا ترويج للكفر، ترويج للكفر وإعانة على الكفر. وكذلك كتب الزندقة والإلحاد، ما يوصي بأن تطبع كتب الزندقة أو كتب الشرك كتب المشركين والقبوريين، ما يجوز هذا، هذا حرام، فهذه وصية باطلة. نعم. وشارب خمر أو مغن ونحو دا. أو يوصي لشارب الخمر بأن يعني يشرب الخمر أو يشرب دخان أو قات، يقول هذا يشربه فلان شراب مسكر لأنه هو متعود من الشيء هذا، أو يشرب الدخان أو قات، كل هذا حرام لا يجوز. نعم. وشارب خمر أو مغن ونحو دا. أو يوصي لمغن لأن يشربها آلات له قنابير ومعازف ومزامير، أو يكون تكون وصيته للمغنين والمطربين، هذا كل أعمال محرمة ولا تنفذ هذه الوصية، إذا أوصى للمغنين والمطربين أو أوصى بها لآلات له كل هذه الوصايا محرمة لأنها إعانة
على الباطل. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنما الوصية التي تكون على بر وإحسان. نعم. وشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي. من العون في فعل المعاصي لكل معتد لحدود الله عز وجل، فهذا لا يجوز أن يوصى له، لا يجوز أن يوصى له بما يعينه على العدوان وعلى المعصية، ويمول من مال الوصية ويتمادى في الفسق والمعاصي، أو تعمر بها دور الشرك دور الكفر، أو تنسخ بها كتب الضلال تطبع بها كتب الضلال، كل هذه الأمور محرمة. أو تقام فيها مؤسسة تنشر الإلحاد والكفر والشر. نعم. وسياني إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحد. يستوي في هذه الأمور المحرمة الوصية من مسلم والوصية من كافر، كلها باطلة. الوصية من مسلم والوصية من كافر كلها باطلة، لأنها إعانة على الإثم والعدوان. نعم. ولا بأس أن لا يقال مثلا، ما يقال إذا أوصى كافر لهذه الأمور تنفذ وصيته لأنه كافر فتنفذ وصيته بنفس التوراة والإنجيل وإقامة معابد اليهود والنصارى، حتى ولو كان كافر ما تنفذ هذه الوصية لأنها إعانة على الإثم والعدوان. نعم. ولا بأس أن يخبي الفتى كفنا له لحل وآثار الرضا والتعبد. نعم. يقول أنه لا بأس أن الإنسان يولم كفنه، يولم خرقه يكفن بها من أجل أنه يتذكر الموت، من أجل أنه يستعد، ولكن هذا فيه نظر الله أعلم. يعني ما كان السلف يجعلون كفانا عندهم إلا لو كان إن ما هناك كفن، الأكفان ما هي متيسرة، فهو يعده لأن الأكفان ما هي متيسرة. أما إذا كانت الأكفان متيسرة والأقمشة موجودة وإنما يعد من أجل التذكر يتذكر بدون الكفن، يتذكر بالقرآن، يذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يتذكر بالقرآن العظيم، هم بإعداد فرقه ويتهيأ للموت بالعمل الصالح ما هو بالكفن. نعم. فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفز به يوم القيامة واجهدي. نعم. هذه وصية عامة، يقول بادر بالعمل الصالح ليوم القيامة ما دام انك متمكن، ما دام انك متمكن من العمل ولا تضيع الفرصة، فقد تؤخر العمل على ظن انك ستعمل بعد سنين او بعد ايام ولا تدرك هذه الايام، تخترم قبلها فيفوت عليك العمل الصالح، فبادر بالتوبة. نعم. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما تقبل التوبة عند الموت، التوبة قبل الموت تقبل، ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الغرغرة تقبل توبة. فبادر بالتوبة وإصلاح العمل ولا تؤجل إلى الغد، قد لا تدرك الغد. نعم. فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد. نعمتان مغبون فيهما
كل مسلم. الصحة في الأبدان، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، لأنك ما دمت صحيح بادر أنك تقوى على العمل وتصلي وتصوم، لأنه يمكن يجيك وقت تمرض ولا تستطيع تصوم ولا تستطيع تصلي. والفراغ، الفراغ بادر، لا تضيعه باللهو والغفلة، بل اشغله بالطاعة، اشغله بالطاعة، هذا نعمة أعطاك الله إياه ومكنك، إذا فرغت أنصر مكنت الله من العمل فلا تضيع الفراغ، لأن بعضهم يقول أنا بقتل الوقت، يبي يقتل الوقت، يستعمل اللهو واللعب والغفلة ويقول نبي نقضي الوقت، نبي نقتل الوقت. الوقت جميل، كيف تقتله؟ هو عدو لك، الوقت كسب لك، فعليك باغتنامه، عليك بشغله بطاعة الله عز وجل، ولا تضيعه باللهو واللعب والفضائيات وكذا وكذا والأمور البلاوة التي شغلت الناس اليوم. نعم. فكم غبن مغبون بنعمة صحة. صحة، صحة قبل الموت، قبل السفر. نعم. فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد، وهو الفراغ، وهو الفراغ اللي فيه إمكانية للتعبد. نعم. فنفتك فاجعلها وصية مكثرا لسفرة يوم الحشر طيب التزود. فنفتك فاجعلها وصية مكثرا، نعم، لسفرة يوم الحشر طيب التزود. عليك بنفسك، عليك بنفسك، لا تضيعها، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. نعم. أواصل أحسن الله يقول الأسئلة. نعم. أواصل أو أقرأ؟ لا خلاص. نعم. فنفسك فاجعلها كثير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: صافحت كافرا حيث هو الذي بدأ بالمصافحة ومد اليد، فهل علي في هذا الشيء؟ الحديث إنما جاء بالكلام، إذا قال السلام عليكم قولوا عليكم، أما المصافحة ما جاء فيها شيء، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تتعرض للطبيب ليكشف عليها؟ وهل الطبيبة أفضل؟ وهل علي إثم إذا ذهبت بزوجتي للطبيب وتركت الطبيبة المرأة؟ ما دام فيه امرأة طبيبة مختصة فلا يجوز لك الذهاب إلى الرجل، هذا سيأتي إن شاء الله. فلا يجوز علاج المرأة عند الرجل إلا عند الضرورة، إذا لم يوجد طبيبة من النساء، ولا يجوز علاج الرجل عند المرأة إلا إذا عند الضرورة، إذا لم يجد طبيب مختص من الرجال. وإذا جاز للضرورة فالطبيب يجوز له يكشف محل العلاج فقط، يكشف محل العلاج فقط ولا يزيد على محل الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السام يقول: ما حكم التعلم على يد الكافر في العلوم غير الشرعية؟ وكيف يكون التعامل مع المعلمين الكفار؟ فهل يجوز القيام له والتبسم له وحسن التعامل معه؟ هذا من الابتلاء والامتحان، تعلم عند الكفار في أمور الدين هذا لا يجوز قطعا، وأما في أمور الدنيا اكتساب الخبرات والمهارات والصناعات، فإذا لم يوجد في المسلمين من يتعلم عليه هذه الأشياء، والمسلمون بحاجة إلى هذه الخبرات، فلا بأس أن يتعلمها من الكفار، لكن على أن يتمسك بدينه وعقيدته ولا يخضع للكفار،
أو يلين للكفار في أمور دينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هل يشمل ذلك حل ذبائحهم وصيدهم والزواج منهم، أم أنه خاص بأمر معين؟ لا، لا، في الجزية فقط. سنوا بهم سنة أهل الكتاب جاء في آخر النص: غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. استثنى، لكن بعض العلماء يقول هذا الاستثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوعا، وبعضهم يقول لا، هذا مدرج من كلام الراوي. على كل حال، ما يحل من المجوس إلا أخذ الجزية، ولا يجوز أكل ذبائحهم ولا تزوج نسائهم، لما هذا خاص بأهل الكتاب فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم ترك التداوي من الأمراض التي يكون مع تركها الموت المحقق، كأمراض الفشل الكلوي أو معالجة انسداد الشرايين ونحوها مما تيسر علاجه في هذا الزمان، فهل يجب عليه العلاج أم لا؟ ما يجب العلاج عند الجمهور، ما يجب، إنما هو مباح وله أن يتركه. وأما قوله أنه يقضي إلى الموت المحقق، ما هو صحيح، ما هو صحيح، قد يشفيه الله سبحانه وتعالى. وكم من مريض بلغ سن يعني أيس منه الأطباء وشفاه الله عز وجل. أما أنه يزال هذا المرض أنه يقضي إلى الموت قطعا، هذا غير صحيح. وإذا مات الحمد لله على ملة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا مصاب بمرض منذ سنين، فأيهما أفضل في حقي، الصبر من دون التداوي أم التداوي مع الصبر معا؟ إذا تداويت ما صبرت، الأفضل الصبر. إذا كنت تقوى على الصبر فالأفضل الصبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، الحديث، فهذا الحديث فيه أمر بالتداوي. السؤال: ما هو صارف الأمر إلى الإباحة؟ لأن ناسا كثير من الصحابة ومن الأئمة لم يتداووا، فدل على أنه غير واجب. لا يمكن يتركون التداوي، لو كان واجبا ما تركوه. أبو بكر وغيره من الصحابة لم يتداووا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الكفار أحدق وأجود في العلاج من المسلمين، فهل يجوز السفر إليهم لأجل العلاج؟ ما دام في بلاد المسلمين علاج فلا يجوز السفر للتعالج في بلاد الكفار، فيعالج في بلاد المسلمين والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا الثاني يقول: هل إذا امتنع الشخص عن تناول الطعام المكشوف خوفا من إصابته بشيء، هل هذا من التطير المنهي عنه أم أنه من فعل الأسباب؟ هذا ما هو من التطير، هذا من تركه، من ترك الشيء اللي خطر. الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا من تجنب الضرر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي السنة في كيفية كتابة الوصية؟ السنة أن يبين ما له وما عليه، عندي الفلان كذا وكذا، أو علي لفلان كذا وكذا، أو عندي ودائع، أو يبين فيه، يقول: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه عنده كذا وكذا، أو عليه كذا وكذا، أو عنده ودائع للناس، يبينها ويشهد عليها. نعم. أو يوصي بثلث ماله أو الربع أو الخمس، ويقول في سبيل البر، ويبين مصارفه، يشهد على. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الآن في يعني كتابة الوصايا
في المحاكم في كتابات العدل عندهم نماذج تعبأ ويشهدون عليها ويضعون عليها ختم المحكمة والسير موثقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في قولكم أنه لا تنفذ الوصية المحرمة، السؤال هل ترد هذه الوصية على الورثة أو تحول إلى مصدر آخر؟ عند شيخ الإسلام من تيمية أنها إذا أوصى بها بأشياء محرمة تحول إلى أشياء مباحة ونافعة. نعم، تصير كالمال الضائع، يصرف المصالح العامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول إذا أوصى السافر من ماله إلى جاره المسلم فهل تجوز هذه الأموال للمسلم؟ إذا أوصى سافر من ماله إلى جاره المسلم. جاره؟ نعم. لا بس، إذا أوصى كافر بمال لمسلم والمال هذا حلال ليس من كسب حرام لا بس، إذا كما تجوز قبول الهدية من الكفار، يجوز قبول الهدايا من الكفار، قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من المقوقس ملك مصر كان نصرانيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا الثاني يقول لو وجد الطبيب الكافر الحاذق. نعم. لو وجد الطبيب الكافر الحاذق المحترف والطبيب المسلم المبتدي في نفس التخصص فأيهما أذهب إليه؟ إلى الطبيب المسلم ما دام أنه يقوم بالعلاج فتذهب إليه، ولا تذهب إلى الكافر لأنك لست محتاجا إليه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما حكم العلاج بالتخدير بالبنج؟ لا بأس، شيء طيب، البنج يخدر به من أجل أنه ما يتألم، المريض في العملية ولا يحس بها، فهو من رحمة الله أوجده لعباده، فلا مانع منه ولا ضرر فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في عمليات زراعة صمام القلب تستخدم صمامات مصنوعة من الخنزير، وقد ثبت عند أهل الطب أنها أفضل من غيرها في الزراعة وأنها تناسب جسم الإنسان، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا للضرورة. نعم، إذا وصلت الحال إلى الضرورة فلا بأس، أما إذا كان ما وصلت للضرورة وهناك أشياء مباحة تغني عنها فلا يجوز استعمالها، إنما تجوز عند الضرورة. نعم، الله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما حكم لبس الخاتم الحديث، وهل فيه حديث، وهل يقاس عليه الساعة التي من حديث؟ يباح لبس الخاتم من الحديث بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للذي أراد أن يتزوج المرأة عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، دل على إباحة الخاتم من الحديد والساعة من الحديد، لا بأس بذلك. نعم، بعض العلماء يقول يكره لأن الحديد حلية أهل النار، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التمس ولو خاتما من حديد، فلو كان محرما لما أمره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل صحيح أن بعض السلف عندما علم أن امرأة لم تمرض قط أنه صرف النظر عن الزواج منها وتعوذ بالله من ذلك؟ لا أدري، ما أعرف شيء من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل صحيح أن بعض الأمراض أمراض الكبد والسرطان أسبابها من العين؟ الله أعلم، العين حق بلا شك تصيب الإنسان، وأما تحديد المرض الذي يأتي من العين الله أعلم به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل أهل الكتاب هم الموجودون في وقتنا وهم المراد من التعامل معهم، أم أن هؤلاء يأخذون حكم المشركين لوقوعهم في الشرك والتفليس؟ كل من انتسب إلى اليهود
أو النصارى فهو من أهل الكتاب في أي وقت كان. إذا انتسب إلى دين النصارى فهو نصراني، إذا انتسب إلى دين اليهود فهو يهود في أي وقت كان. نعم أحسن الله إليكم. ولو كان أنهم يشركون، ولو كان هذا موجود في وقت نزول القرآن أنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، ومع هذا سماهم أهل الكتاب وأباح تزوج نسائهم وأكل ذبائحهم وأخذ الجزية منهم، مع أنهم يقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله، شيء موجود في وقت نزول القرآن وهو جديد. نعم. ومع هذا سماهم الله باليهود والنصارى وأمر بمعاملتهم معاملة أهل الكتاب. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا يعقد عقد النكاح في المسجد بحضور المسلمين، ويحدث أحيانا دخول النصارى لحضور تلك المناسبة، السؤال: ما حكم دخولهم المسجد تلك المناسبة، وما حكم حضور حفلات زفافهم في الكنيسة؟ أما المسجد الحرام فلا يدخلونه، قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما بقية المساجد فيجوز دخولهم إياها للحاجة، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ووفد نصارى نجران، وربط صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك قبل أن يسلم، فيجوز دخولهم للحاجة. نعم. وعقد النكاح في المسجد لا بأس به، بل بعض العلماء يقول يستحب أنه يعقد في المسجد. نعم. وحضور حفلاتهم في الكنائس؟ لا، حفلاتهم التي فيها فيها شيء من كفرياتهم ودينهم ما يحضرها المسلم. أما إذا كانت مجرد طعام دعوه إلى أكل طعام مباح فلا بأس، يحضر ويأكل ما لم يكن فيه شيء حرام. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان هناك شخص مسحور وخيف عليه أن يقتل نفسه أو يقتل غيره، فهل يجوز له الذهاب إلى الساحر لإفراج السحر عنه؟ لا، إذا خيف أنه يقتل نفسه ولا يقتل غيره يمسك ويربط، فلا يجوز أنه يروح للساحر ويعالج، يربط ويمسك ويربط ويعالج بالعلاج المباح. لا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الموت في مكة والدفن فيها له ميزة على غيره من البلدان؟ هل الموت في مكة والدفن فيها هل له ميزة عن غيره من البلدان؟ الأصل أنه ما ينفع الإنسان إلا عمله في أي مكان دفن، هذا هو الأصل، ولكن إذا حصل مع الإيمان ومع الدين والعمل الصالح أنه يدفن في الحرم هذا له ميزة، هذا له ميزة. وموسى عليه السلام لما حضره الموت أمر أن يقرب من الأرض المقدسة بقدر رمية حجر، دل على أنه إن الدفن في الحرمين أو في الأراضي المقدسة له ميزة مع الإيمان، مع الإيمان والعمل الصالح. نعم أحسن الله إليك. وأما من كان عمله سيء هذا ولو دفن في وسط المسجد ما ينفع شيء، لا ينفع. وأما من كان عمله صالح فهذا لو دفن في أي مكان من الأرض فإنه له عمله. نعم جزاك الله خيرا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.